जैसे कि कोई बात करना पेशाब करना तो उसको कपड़ा में पेशाब को छिड़ा हुआ है माल है अफसना يجي كمان شيء احنا بردنا في فلوني كمان ياخذ المكان اللي سقط عليه البول يصب الماء ويعصر هكذا وخلاص طهر المكان الحمد لله اذا هذا ازاله النجاسات اخذنا على ثلاثه اقسام الكلب في الإناء قلنا سبع مرات أما بقية النجاسات قلنا يرش الماء ويعصب إلا المني يرش الماء فقط أما المني قلنا هو طاهر إذا جاف يحب وإذا رط يرش بالماء والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم الله صلى الله عليه وسلم